انا سعيده جدا 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 ان انا بتكرم في مهرجان تطوان. حقيقي ده شرف كبير ليا، مهرجان كبير وعظيم زي مهرجان تطوان، مهرجان فن وثقافه. حقيقي انا مش عارفه اعبر عن شعوري، انا بشكر المهرجان تطوان وكل القائمين عليه انهم ادوني الفرصه اني اكون السنه دي في الدوره دي احد المكرمين، وده حقيقي حقيقي شرف كبير 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 جدا ليا. متشكره جدا 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 وانا سعيده جدا جدا بالتكريم. انا مش عارفه اقول ايه على تطوان وجمهور تطوان. حقيقي انا انبهرت بجمال المدينه وبطبيعتها الحلوه وباهلها الطيبين وبالكرم الضيافه والاستقبال. حقيقي انا محظوظه جدا جدا ان انا موجوده معاكم النهارده. شكرا. انا 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 والله مش عارفه اتكلم، كلام كبير وتقدير كبير قوي قوي. انا حقيقي مش عارفه اتكلم، كنت محضره كلام كتير قوي، بس الموقف كبير وصعب. انا بجد بشكركم كلكم، وبشكر مهرجان تطوان، وبشكر كل القائمين على المهرجان ان انا اتاحت لي الفرصه اني اكون واحده من المكرمين في الدوره ال 28 لمهرجان تطوان نسيم البحر المتوسط. أنا فعلا فخورة وسعيدة، والجائزة دي تقدير كبير ليا ويخليني دايما إن أنا عاوزة أدي أكتر ويديني دافع للعطاء أكتر. أنا حقيقي إنسانة بجد خجولة وما بعرفش أتكلم ولا أطلع على الستيج ولا أي حاجة. فعلا كل اللي بحبه في حياتي إن أنا أقدم أدوار سينمائية كويسة محترمة، وإني أقدر أسعد جمهوري ولو بلحظات من الفرح والسعادة والمتعة. وبجد كل اللي نفسي فيه ان انا اجتهد اكتر وادي اكتر في الفن عشان اكون استحق المكان اللي انا فيها دلوقتي، واستحق اني اكون في وسطيكم. بجد 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 والله انا حقيقي كنت مضايقه كلام كتير قوي قوي، بس النهارده الحفاوه والتكريم العظيم والكلام الحلو اللي قلتوه في حقي مخليني مش عارفه اقول غير شكرا 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 من كل قلبي. والله 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 كلها وتطوان البلد الجميلة الساحرة اللي أنا انبهرت بجمالها وجمال طبيعتها وأهلها والكرمة والاستضافة الرائعة، والأستاذ محمد هاني من أول ما دخلت وهو بجد محتويني بعنايته وبحبه، كل الناس اللي في المهرجان وكل الناس اللي في الشوارع. حقيقي أنا ما شفتش الحب ده في حياتي زي ما شفته في المغرب هنا. بشكركم من كل قلبي وبتمنى دايما تبقى بلد عظيمة زي ما هي بلد الفن والثقافة. شكرا من كل قلبي. طبعا قناة تطوان رفقة ابنتها التي نرحب بها ونلتمس ان تصعد الى المنصة مريم نجيب. مريم نجيب لفيق على ضد الرجال. Voilà, alors je résume à l'intention de notre public francophone. En fait, Rada Hadid nous a dit qu'elle souhaitait déménager à Tétouan. C'est à peu près ça. Voilà. أو زعلانة أو أي حاجة أنا ممكن أحس بيها، بص في عينيها والطاقة اللي بتديها لي دي الدنيا وأنا بهديها الجايزة دي النهاردة. شكرا 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 شكر